واضطر رجع باش تلعب نهار باش تلعب نهار الثلاث ويبقى عندك يومين باش ليكيبي تلعب ماتش اخر وغادي تلعب ماتش اخر اللي غادي يكون هنا ماتش اخر غيكون هنا خصك تكون بروغرامي في اللاعبين بروغرامي التوقيت ديالك لان هادشي اللي هادشي اللي فيه دابا حنا راه تخربيق لان في اول سنه راه شكون هما الفراقي اللي مشاركين في الشامبيونز فاش يدوز الماتش المباريات ديال تحط البلانينغ ديبلاسمون ديالك وخصك تقول بأننا انا غادي الشامبيونز ليغ لان فرق كبيره بحال الرجاء والوداد والجيش والبركان انت خصك تمشي لدور المجموعات خصك دير دور المجموعات البروغرام خصك ديرو انا راه غنوصل لدور المجموعات وتتحط وتتقول هالفرق اللي غنقدر نطيح معاهم هالمسافات اللي غنمشي وهالمسافات من تما تبدا تقاد البروغرام ديالك من تما تبقى تقاد دابا حنا تنظن انا ونتحداك بزاف ديال الفروق يلا بداو تيقادوا يلا تيقلبوا على الطياره فين غنمشي واش خص الفيزا ولا ما خصش واش وباقي في العالم العربي ولا الكره المغربيه باقي نهار يومين تقول لعب ما عندوش باسبور سال لي الباسبور واش غادي نمشي تسطيا وشكون دابا شكون اللي كيقول الاخر راه كسال لك الباسبور واش الكاتب الاداري وانا ما سوقيش في هذا الشيء كاتب شوف انا ما سوقي في كاتب اداري لا والو انت خصك كشخص خصك تعرف البروغرامات ديالك في اول سنه عندك باسبور وجدوريه شحال فيه خصك تقاد كل شيء هذا الشيء عاد تنجيو حنايا ندخلوا حنايا اللاعبين واش اللاعب غيقدر لك 10 الماتشات لا ما يقدرش علاش لان خصك تدور الفريق وتدور الفريق فيه وفيه انا باش تدور الفريق راه شفناها البارح في الرياض داك باش تدور الفريق شنو تدور الفريق تبدل واحد جوج ثلاثه اللعابه واش تبدا بالاخرين عندك لاعبين الاحتياطيين تبدا تبدل ما يمكنش تبدل 7 ولا 8 لاعبين ما غدورش معاك الفرق واخا يكون داك اللاعب اللي مزيان زيد عليها في المباريات اللي خصنا نوجدوا واحد اللاعب بعد مرات تكون مباراه الرجاء ولا الوداد ضد اكس ضد جديده ضد فاس ضد فخصني ندخل واحد اللاعب ولا جوج نزرعهم شنو نوجدهم مع المجموعه ندخل اريا دروا ندخل مليون ندخل نزرعهم عرفتي علاش باش نعطيهم ديك 90 دقيقه نعطيهم ماتشات في رجليهم حنا تنخليو اللاعبين جالسين واحد الوقيته تنهزو تنقول دخل تلعب وانا ما غيعطيكش الا عطاك يعطيك الا كان فور غيعطيك 50 دقيقه الا كان هذا اللاعب فور عقليه ديالو كبيره وطريقه 50 دقيقه ما تنعرفوش ندوروا الفريق تندوروه كله يا ما تندوروش تندور بان مشكله من القدام القوه كبيره ديال الشامبيونز ليغ هي غتجيكم بضرب الى رجعت هي وينك غادي يكون الاشكال دابا بالاخص بالنسبه للوداد والرجاء غادي يكون الاشكال غير على هذا المستوى الاسبوع مازال الاسبوع اللي من مورا غادي يلعبوا مقابله علاش حنا ما نديروش شوف واش عندنا اير ماروك الحمد لله تمشي علاش ما نمشيوش نديروا واحد اتفاقيه مع علاش ما نديروش اتفاقيه مع اير ماروك علاش ما نديروش اتفاقيه مع الشركات اخرين حنا في المغرب عندنا اير ماروك نمشيو نديروا اتفاقيه مع شركات اخرين عرفتي علاش باش على الاقل فاش تكون باغي طياره يعطوك بواحد الثمن 50% ينقصوا خصك تكون لا خصك تعرف واحد القضيه هذيك كتبقى راجعه الطريقه اللي واحد النقطه ديال العلاقه ديال الرئيس مع الناس اللي كيتعامل في هذه المسائل